السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو معنا فيديو رجل غايب قام ده فيديو عاودنا وتشترك في القناة ناس إلى 100 مشترك واضغط لايك ناس إلى أكبر عدد من اللايكات اللي عجبكو نوع من الفيديوهات دي رجل غايب ركب تكتب في الكومنتات تحت إن شاء الله هعمل لك الفيديوهات اللي أنت عايزها. ويلا نبدأ الفيديو ونبدأ بالفيديو. مدى بقى يقولنا الفيديو يعني بيعمل ازاي في القناة حاليا مدى هما اتنين في القناة. بقى مساحي عشان بقى طفي الولعة. حط بتاع في فوق الولعة وهطفي على طول عشان ايه مش فيه اكسجين يروح الولع. واو عجبكم في الفيديوهات اللي فاتت كتير في الكومنتات ان شاء الله هعملها لك صحة. راح بقى يسوي الحتة عشان يعمل فيها اعمله. بدأ يقطع بقى في الطيارة ونقطع نجيب النمل وننضف عمال ننضف الحتة دي وننضفها ونشيل شيل بقى أعمل الجيس بقى الحتة نقيسها يعني بقيس ويدوق عصاية عشان ايه مش يتوه ولا حاجة تضيع ولا كده. بقيس عمال بقى يحفر ويحفر يحفر بس هو بقى ايه بيجيب مع بيفحص جزء ويقطع ويعمله يعني مش هيجيب لنا الاول كله. وعمال بقى فحر الحتة دي بيرمي التراب بعيد خش اهو خش 20 سم تحت الارض عمال يكب التراب يكبه. واو عمال يكفل نزل تحت خالص عمال بحر برضه دي بيعمل بقى السلم يعمل السلم من الحفرة يعمل السلم من الحفرة وعمال يعمله اهو بيجيبنا بالتدريج عشان السلم هينزل لتحت عشان ده كله بيعمل بعصاية. المهم بقى الآلات بقى ممكن نعمل بيهم عمال يعمل السلم بيلم التراب أول عشان يمشي خلي حي وراه. بدأ يعمل له هو التاني عمال يلم التراب السلم هو باين قدامنا وعمال حد بقى في السلم يظبطه يبقى خيزران يبقى خيزران طويل بقيس البتاع عشان يجيب على قده بالظبط وعمال يبص بس لو هيبص تلاقي هيحددها كلها تلاقي ممكن يحددها كلها بيقطعهم نصين يقطعهم أما يقطعهم أما يقطعهم وعمل كمية جدين عمل كمية هتلاقي بقى هيحط على الجدران هيحط على الجدران وعمل يجيب كله في الحفرة هيحط بقى يجيب بقى حفرة هيعملها من حوالين الحفرة كله. بص عمال يدق عمال يدق عمال يدق صعب بقى في الأرضية أسوأ الأرضية عشان ايه تثبت عشان تثبت هتبقى على السلم على السلم اللي هو قطعهم بقى بالسلط وكده لو دول بقى مثلا معاهم آلات جروف محاشة مش عارف بقى يكون يعمل حاجات رهيبة ممكن يعمل حاجات رهيبة هيبقى عندهم قاعد فيه قاعد فيه ونام كمان يعني بيجرب يبص فوق وطلع من الحشرة بتاعته جاب خيزران تاني ده خيزران طب لا دي خشب مش خيزران عمال يقيس عشان يبص بص عمال يقص بيقيس ويبص شكله بقى ايه هيحطها من فوق هيسيبها من فوق على الرشة هيسيب من فوق هو جاب خشب كتير
خشب دبلين، بنسوي حتة فروة بنمشي عليها، بشوف المتانة بتاعته ممكن تتكسر ولا لا عشان محدش عليها. يبقى حصان، حصان حطهم عليه، حطهم ونجيب حطهم يحطهم من راسهم عشان ايه مش يبان ان هو عامل ايه نفق تحت الارض، عشان هو مش يبان هو عامل نفق. وعمال يحفر بكم بقى مية في العجينة في التراب، بكم مية في التراب عمال يكب. عمال يكب شكله هو يحفر هنا، شكله يحط الطينة ديت على حصان، شكله هتوسع من يحفر يحط في البتاعات عشان يودع اللي هناك على طول. بكب نرجع يروح يشيل تاني، تاني واحدة نعمل بيديه، شوف الصوت عامل ازاي. واحد نفسه يروح يعمل معاه، جايبين عمال يعمل اهو، جاب كتير، جاب كمية كبيرة، يبدأ بقى يمكن يسويها بقى على الأرض عشان ولا حد يشوفها خالص، ممكن يسويها على الأرض. وعمال يعمل وعمال يعمل اهو، بص عمال يعملها. يحب ايديه تحط شوية مية في ايديه في الحرابة، أي بقى يحدد مش عايز ولا يخلي ولا أي حتة تبان، مش عايز ولا أي حتة تبان. شوف هو عمال يمشي في الحتة دي ولا عملها ليه عشان ينزل ويسند، هيحط دي عليها وهو نازل، حط دي عليه وهو نازل ويظبطها. حط واحدة برضو الناحية التانية، حط برضو واحدة الناحية التانية، هو مظبطها بقى. هتلاقي بتعمل الدرج، الدرجة وعنده الخيزران حوطها، هينزل بقى تحت يجربها ازاي تحت. نعم تحت نعم. وكده خذ الفيديو، اشترك انا اسئله 100 مشترك، واضغط لايك انا اسئله. اكبر عن ما نشاط، ومع السلامه.